بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باختصار سوف أحدثكم عن الأدوات التي يحتاجها التلميذ يوم امتحان السانكيام. نبدأ على بركة الله. يحتاج التلميذ إلى مقلمة وتتضمن ما يلي: 2 سيالة زرقاء وتكون بنوعية جيدة حتى إذا تعطلت الوحدة يخدم بالثانية. ثاني شيء وهو قلم الرصاص مع المبرات والممحات حتى يستطيع التلميذ أنه يبرئ القلم بتاعه، ويستطيع كذلك أنه يصحح إجاباته إن وجد هناك خطأ، يمحي ويعيد الرسم خاصة في الرسومات الهندسية في نشاط الرياضيات. ثالث شيء وهو المدور، يجب أن يكون ذو نوعية ممتازة حتى يسهل على التلميذ رسم المطلوب منه بدقة ودون الخلل، لأنه بعض المرات نصادف تلاميذ لديهم مدور بنوعية سيئة يلقون صعوبة كبيرة في رسم المطلوب منهم. رابعا الكوس، ويجب أن تكون زاويته القائمة سليمة، إذا كانت مكسرة فإنه لن يؤدي وظيفته في الرسومات الهندسية. خامسا المسطرة، تكون ذات نوعية جيدة، تجنبوا المسطرات اللينة، عليكم باقتناء مسطرات جيدة أرقامها واضحة من 0 إلى 20 تساعد التلميذ في الرسم والتخطيط والتسطيح. إخواني الأعزاء، احرصوا بارك الله فيكم على أن تكون كل هذه الأدوات المذكورة ذات نوعية جيدة حتى لا ينحرج التلميذ أثناء الامتحان. تجنبوا الإفاصير، السيالات الملونة كالأحمر والأخضر والبنفسجي وغيرها. أتمنى التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الأعزاء، سيكون الامتحان سهلا إن شاء الله تعالى، وسيجدون رفقتهم أساتذة يوجهونهم في جميع مراحل الامتحان. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.